وينضم إلينا للمزيد من التفاصيل الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحية، بالتأكيد هذه الزيارة لها أهمية كبيرة على الشق الاقتصادي أو على الصعيد الاقتصادي في ضوء التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية، هذه التداعيات التي امتدت إلى العالم بأسره، وأهمية انعقاد الحوار، حوار بيترسبرغ للمناخ، وأهمية هذه الزيارة في مواجهة التداعيات المختلفة للأزمة الاقتصادية. شكرا لحضراتكم، طبعا مساء الخير. طبعا هو لقاءات السيد الرئيس في غاية الأهمية في الوقت الراهن. نعم. النهاردة السيد الرئيس اللقاءات اللي بتتم مع تقريبا الاتحاد الأوروبي بالكامل، عن طريق أن النهاردة بنشوفه في زيارة هامة لألمانيا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية اللي احنا بنشوفها. الأزمة طبعا ممتدة منذ أكثر من 3 سنوات جراء جائحة كورونا وسلاسل الإمداد، ثم لحقنا بالأزمة الروسية الأوكرانية. نعم. وطبعا ده كله بيأثر على الأوضاع الاقتصادية العالمية. فخلينا نقول أن دايما التشاور ما بين قيادات القيادة المصرية وقيادات الاتحاد الأوروبي، وبالأخص ألمانيا وهي من أهم الدول في الاتحاد الأوروبي، وكيفية التنسيق والتداعيات الاقتصادية، أعتقد ده بيصب في جانب في صالح الجانبين. احنا النهارده بنشوف العمل على تعزيز التعاون ما بيننا وما بين دول الاتحاد الاوروبي وبالاخص المانيا اللي بتعتبر شريك استراتيجي النهارده في العديد من المشروعات القوميه والبنيه التحتيه في مصر، بتقوي من العلاقات ما بيننا وما بين المانيا. خاصه ان السيد الرئيس دايما بيولي اهتمام بالملف الاقتصادي والملف الاستثماري. صحيح. لمصر في زياراته الخارجيه. فأعتقد الربط ما بين الزيارة النهاردة سواء لها بعد سياسي هام جدا، أعتقد لها بعد اقتصادي في غاية الأهمية. نعم. الأزمة اللي يعني بتحيط بالعالم، أزمة طاقة للأسف يعني تداعياتها بتمتد ممكن لسنوات قادمة، ولكن بتساند وبتساعد العالم أجمع قدرة استطاعتها في العلاج لأزمة الطاقة، وأيضا أزمة الغذاء اللي تحدث بها السيد الرئيس أمس مع المستشار الألماني، وخلاف ذلك كمان الفرص الاستثمارية. صحيح. وأعتقد لما بنعرض على الجانب الألماني الوضع الاقتصادي، أعتقد بتكون الشفافية الواضحة في زيادة الاستثمارات والتعاون ما بيننا وما بينهم على أكمل وجه. نعم، كانت هناك إشادة من الجانب الألماني بالمشروعات التنموية العملاقة التي تتم الآن في جميع أنحاء الجمهورية، وكيف أنها بتخلق فرص عمل كثيرة، وأنها بالفعل بيئة خصبة للاستثمار فيها. إلى أي مدى هناك تعاون وشراكة اقتصادية بين مصر وألمانيا والاستثمار في ظل هذه المشروعات الاستثمارية والمشروعات القومية العملاقة التي تتم الآن على أرض مصر؟ خلينا نقول الإشادات اللي دايما بتيجي من الجانب الألماني، الإشادة دي بتكون ترجمتها ترجمة واضحة في على أرض الواقع في زيادة الفرص الاستثمارية اللي احنا بنشوفها بزيادة التعاون مع المجتمع الألماني دخول الاستثمارات في مصر. نعم. احنا بنشوف دايما الوضع الألماني لما بيزود ثقته في الوضع الاقتصادي بيكون عن طريق ترجمة لزيادة الاستثمارات في داخل مصر. نعم. طبعا السيد الرئيس بالامس طبعا اجتمع مع مجتمع رجال الاعمال ورؤساء الشركات، وكان ليهم يعني زي ما بيقول كده دايما نوع من التعاون، عايزين يزودوا الاستثمارات، عايزين يكتشفوا السوق المصريه وازاي يكون ليهم القدره في ضخ استثمارات في البنيه التحتيه او المشروعات القوميه العملاقه. صحيح. الترجمه دي يا فندم هي دي اللي بتدل على حسن التعاون ما بيننا وما بين المجتمع الالماني. المجتمع الألماني مجتمع مدقق جدا، يعني بيقدر السيد الرئيس تقدير كبير جدا، وأعتقد أن الترجمة دي واضحة في الكم الكبير اللي حضر من ممثلي مجتمع الأعمال بالأمس ورؤساء الشركات الكبرى في العالم، وأعتقد كمان دي من أكبر الشركات في الاتحاد الأوروبي. ولما بيكتشفوا من كلام السيد الرئيس إزاي التوجه في الوضع الاقتصادي، وخاصة كمان ان احنا بنتحول لمجتمع الاقتصاد الاخضر، وده بيدل على التحسن في قدرة التعاون ما بيننا وما بين الشركات الالمانية. فاجازا في هذا القول زي ما حضرتك تفضلتي، ترجمة التعاون ما بيننا وما بين الوضع الالماني بيكون على ارض الواقع زيادة الاستثمارات، زيادة الاستثمارات دي لترسيخ التعاون والتشاور ما بيننا، بتحد من البطالة، بتزيد من فرص العمل، بتزيد من فرص التعاون ما بيننا وما بين الاتحاد الأوروبي. لن يغفل على أحد النهاردة الحمد لله عندنا زيادة في وضع الاستثمارات في الطاقة الكهربائية،
عندنا زياده في الاستثمارات في وسائل النقل وايضا في التكنولوجيا الحديثه خلاف التعليم. كل ده بثقه للسيد الرئيس لزيارته لالمانيا، وهذه ليست المره الاولى. وقد ايه ان احنا بنتغلب على الصعوبات الاقتصاديه. وطبعا خلونا نكون واضحين ان الدعم الالماني في الاتحاد الاوروبي للدوله المصريه سواء في المشكلات والتحديات في الوطن العربي اعتقد الامر واضح، حتى من الكلام اللي اتكلم بيه المستشار الالماني بالامس حرصوا على ان يكون في تعاون كبير جدا ما بين المانيا وما بين مصر، خاصه في ظل الثقه الكبيره اللي يعني بتحوز ما بينها مصر وما بين القياده الالمانيه. نعم، أيضا ونحن نتحدث عن أهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وألمانيا، تم الإشارة بشكل خاص إلى بعض الشركات الناجحة مثل شركة سيمنز على سبيل المثال، والنجاح الذي يعني استطاعت أن تحققه خلال الفترة الأخيرة. وأيضا إذا ما تحدثنا دكتور مصطفى بلغة الأرقام، وهي اللغة السائدة طبعا في عالم الاقتصاد، أنه خلال عام 2021 حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 5.2 مليار يورو. قراءتك لهذه التطورات وذلك في العلاقات والتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وألمانيا وبلغة الأرقام؟ خلينا نقول يا فندم أنه كلما تحسنت العلاقات السياسية تحسنت وانعكست على الأوضاع الاقتصادية. نعم. الدولة الألمانية دولة كبيرة جدا بتبحث فعلا عن مصالحها، طالما زاد الأوضاع الاقتصادية تحسنا فبتدل على زيادة في التبادل التجاري. خليني اقول لحضرتك ان الحمد لله في السنه الماضيه 2021 زادت تقريبا الصادرات المصريه للسوق الالماني بما يزيد عن 30%، وصلنا تقريبا لمليار دولار، هو حوالي 850-860 مليون دولار. فتقريبا للرقم قربنا نوصل للمليار دولار. هذا يدل على ان احنا النهارده كلما تحسنت الاوضاع السياسيه انفتح السوق الالماني والسوق الاوروبي للمنتجات المصريه. طالما انفتح هذا السوق فده بيساعد على زيادة التنافسية ما بين منتجاتنا ومنتجات الدول الأوروبية. المجتمع الألماني يا فندم مجتمع مدقق، ما بيقبلش أي سلعة إلا إذا كانت ذات جودة وتنافسية عالية. صحيح. فده بيدل على أن ثقتنا الحمد لله في أنفسنا بتحسننا الكبير في منتجاتنا وشركاتنا ومصانعنا. بنحتاج دفعة كبيرة جدا لزيادة السوق، فعلا ده اللي بيقوم به السيد الرئيس. علشان كده يا فندم اللي حضرتك بنقوله النهارده لغة الأرقام أصدق لغة. زيادة التبادل التجاري بيدل إن الحمد لله نحن بنكتسب يوم بعد آخر التوسع في الأسواق الأوروبية اللي هي ذات جودة عالمية في قبولها للمنتجات المصرية، ليس بالسلع الصناعية بل بالعكس كمان ده بيقبلوا السلع المحاصيل الزراعية. فالحمد لله مصر عندها اكتفاء ذاتي من كثير من السلع فبيتم تصديرها للسوق الأوروبي، وبعض من المنتجات في البتروكيماويات والخامات الأخرى. ده نجاح كبير جدا في السبع ثمان سنوات الماضية إن احنا نكتسب ثقة المواطن الأوروبي والمجتمع الأوروبي عن طريق زيادة الاستثمارات اللي بتخش من مصر داخل الاتحاد الأوروبي. أشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.